بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على نهجه واتبع هداه وسلم يا رب تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا بحضراتكم في محاضرة جديدة من محاضرات علوم القرآن الكريم. وفي هذه المحاضرة سندرس إن شاء الله تعالى موضوعا مهما من موضوعات علوم القرآن. وكنا قد عرفنا أن القرآن الكريم هو كلام الله المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، المعجز بلفظه، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المكتوب في المصاحف، المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس. وشرحنا هذا التعريف وعرفنا أن القرآن الكريم كان في اللوح المحفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقد نزل جبريل عليه السلام بالقرآن الكريم على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نزول القرآن الكريم كان عن طريق الوحي إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجبريل هو أمين الوحي. ما معنى الوحي؟ وما أقسامه؟ وما صوره؟ وهل القرآن الكريم نزل بكل هذه الصور، نزل على هذه الصور، أم أن القرآن الكريم نزل بصور معينة من الوحي؟ كل هذا سنتعرف عليه في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى. كلمة الوحي في اللغة معناها الإعلام الخفي السريع. كلمة الوحي معناها في اللغة الإعلام بشيء معين. كيفية هذا الإعلام، هيئة هذا الإعلام، أنه إعلام خفي في الخفاء، إعلام سريع، يعني أن يكون الوحي خفيا وسريعا. يبقى هذا معنى كلمة الوحي في اللغة، الإعلام الخفي السريع. هذا الإعلام الخفي السريع، الإعلام الذي وصفناه بأنه خفي وبأنه سريع، إما أن يكون بصوت، إما أن يكون بصوت، وإما أن يكون بإشارة، وإما أن يكون بكتابة، وإما أن يكون عن طريق الإلهام، عن طريق الإلهام. وهذا الإلهام إما يعني إلهام الخواطر، هذا الإلهام إما أن يكون إلهام غريزي جبل عليه الكائن الحي، أو يكون إلهام غير غريزي. فهذا هو معنى الوحي في اللغة. أما معناه في الاصطلاح وفي الشرع، فالمراد بالوحي هنا في هذا المبحث الذي ندرسه هو إعلام الله تعالى أنبياءه بما يريد أن يبلغهم إليه. إعلام الله تعالى أنبياءه يعني إخبار هؤلاء الأنبياء بشيء معين يريد الله تعالى أن يبلغه إلى الأقوام وإلى الأتباع أو إلى البشرية كلها، كما هو الحال في رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الله تعالى يريد أن يبلغ الأقوام ويبلغ العباد التشريعات والعقائد والأخلاق، وهذه التشريعات والعقائد والأخلاق قد تكون متضمنة في كتاب، قد تكون متضمنة في كتاب. يبقى إذن الوحي إعلام الله تعالى الأنبياء بالأمور التي كلفهم أن يبلغوها إلى أقوامهم، سواء كان هذا التبليغ باللسان فقط، أو بالقدوة بأن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يكون قدوة في هذا العمل لأتباعه ولقومه، أو أن يكون تلك الأمور التي بلغهم الله تعالى بإيصالها إلى الناس موجودة ومجموعة في كتاب سماوي. هذا هو معنى الوحي. يبقى إذن الوحي
هو إعلام خفي سريع، إعلام إخبار بسرعة. هذا الإعلام وهذا الإخبار يكون في الخفاء، يعني بين الملك الموكل به وبين النبي كما في بعض صور الوحي. الوحي له صور متعددة. من هذه الصور ما ذكره الله سبحانه وتعالى لنا في آية سورة الشورى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. هذه الآية الشريفة جمعت لنا صور الوحي وأنواع الوحي وأقسامه. وأول صورة من هذه الصور أن يكلم الله النبي من وراء حجاب، أن يكلم الله النبي من وراء حجاب. وهذا التكليم قد يكون في اليقظة كما حدث لسيدنا موسى عليه السلام وكلم الله موسى تكليما، وكما حدث أيضا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. وقد يكون تكليم الله للنبي في المنام، قد يكون تكليم الله للنبي في المنام، كما في حديث معاذ مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني ربي فقال فيما يختصم الملأ الأعلى. لكن ما نريد أن نؤكد عليه أن القرآن الكريم وحي من الله تعالى يقظة، لم يوحى شيء من القرآن مناما. يبقى الصورة الأولى أن يكلم الله النبي من وراء حجاب، هذا التكليم قد يكون في اليقظة وقد يكون في المنام. الصورة الثانية أو النوع الثاني من أنواع الوحي الإلهام. ومعنى الإلهام أن يقذف الله تعالى في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا أو أمرا أو علما معينا، ويتولد عند هذا النبي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يتولد عنده علم ضروري يقيني قاطع بأن هذا الإلهام من الله سبحانه وتعالى. يبقى الصورة الثانية الإلهام، أن يقذف الله في قلب النبي شيئا معينا ويتيقن النبي ويتأكد ويتولد عنده العلم الضروري اليقيني بأن هذه هي إشارة من الله سبحانه وتعالى له. وقد مثل الشيخ هنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي، إن روح القدس نفث في روعي، روعي يعني قلبي، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. النوع الثالث أو الصورة الثالثة من أنواع الوحي الشريف رؤيا منامية، أن يرى النبي في المنام شيئا فيعلم أنه من الله سبحانه وتعالى فيمتثل الأمر أو يجتنب النهي أو يقوم بالشيء الذي أمره الله تعالى به كما جاءه في المنام. ومن أمثلة ذلك ما حدث لخليل الرحمن عليه الصلاة والسلام كما حدث لسيدنا إبراهيم عليه السلام عندما رأى في المنام أنه يذبح ولده: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وكما حدث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما رأى رؤيا أنه سيدخل هو وأصحابه المسجد الحرام، سيدخلون المسجد الحرام بإذن الله تعالى، وقص الرؤيا على أصحابه ونزل قول الله: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام. الصورة الرابعة أن يكلم الله النبي، أن يوحي إليه شيئا عن طريق أمين الوحي، عن طريق ملك الوحي وهو جبريل عليه السلام. فوظيفة جبريل أمين وحي الله تعالى، هو الواسطة بين الله تعالى وبين أنبيائه، الواسطة بين الله تعالى وبين أنبيائه. والوحي عن طريق الملك جبريل عليه السلام له ثلاث صور، له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يأتي جبريل هذا النبي
أن يأتي جبريل هذا النبي على صورته الملائكية التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، رأى جبريل على صورته الملائكية مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء. المرة الأولى في الأرض عندما رآه في غار حراء، رآه في غار حراء وقال له جبريل اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ورآه على صورته الملائكية. أما المرة الثانية فقد رآه في ليلة المعراج، رآه في السماء على صورته الملائكية أيضا، وقال الله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى، قال في سورة النجم التي ذكر فيها معراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، قال الله ولقد رآه، يعني رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام نزلة أخرى، يعني مرة أخرى. الصورة الثانية أن يأتي جبريل إلى النبي في صورة صحابي، في صورة بشرية، يتمثل ويظهر في صورة صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث البخاري ومسلم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه، ثم جاء رجل بصفة معينة وتقدم كأنه يعني جاء من سفر طويل وبعيد، وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع ركبته على ركبته ووضع ركبتيه على ركبتيه، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام وما الإيمان وما الإحسان ومتى الساعة إلى آخر هذا الحديث النبوي الشريف. الصورة الثالثة أن يأتي جبريل على صورته الملائكية لكنه لا يرى. إذن المرة الأولى يأتي في صورته الملائكية فيراه النبي ويشاهده بعينيه. الصورة الثانية أن يتمثل في صورة بشر، أن يتمثل في صورة بشر. الصورة الثالثة أن يأتي على صورته الملائكية لكنه لا يرى، ولكن تظهر على النبي بعض الملابسات والأحوال التي تدل على أنه يوحى إليه، كما كمثل صلصلة الجرس، وكأن يسمع من حول النبي صلى الله عليه وسلم دويا كدوي النحل، يعني يسمعون صوتا كما يفعل نحل هكذا. وهذه هي الصور التي يأتي عليها الوحي إلى أنبياء الله تعالى ورسله. والوحي في كل هذه الصور لابد أن يصحبه علم يقيني ضروري أن هذا الشيء الموحى به إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى، من عند الله سبحانه وتعالى، وليس مثلا حديث نفس، وليس هو من وساوس الشيطان، أو حتى من يعني من لمات الملك أو ما أشبه ذلك، وإنما يقذف في قلب النبي أن هذا وحي من الله سبحانه وتعالى إليه عن طريق هذه الصور التي ذكرناها. مما يجب التنبيه عليه هنا أن القرآن الكريم نزل به جبريل، يعني من الصورة الرابعة، من الصورة الرابعة التي ذكرناها، أن ينزل جبريل بالقرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويكون هذا النزول في اليقظة. فالرؤية المنامية مثلا أو إيحاء شيء من القرآن عن طريق المنام هذا لم يحدث أبدا، وإنما نزل القرآن كله على النبي صلى الله عليه وسلم في حال اليقظة. هل يقع الوحي الذي ذكرناه بهذه الأنواع، هل من الممكن أن يقع أم أنه شيء مستحيل؟ الوحي واقع وجائز عقلا ونقلا، يعني من الأدلة على أن الوحي جاء إلى أنبياء الله تعالى ورسله أن العقل لا يستبعد اتصال الملك بالنبي،
وكذلك النصوص النقلية التي جاءتنا في القرآن وفي السنة تدل على جواز ووقوع الوحي إلى أنبياء الله تعالى ورسله. أما جواز الوحي وإمكان وقوعه عقلا فهذا أمر يسير جدا وسهل جدا، لأننا نقول من الذي يوحي هذا الوحي؟ من الموحي؟ الموحي هو الله، ويوحي عن طريق ملك، ويوحي إلى شخص أعده الله وأهله واستعد لتلقي وحي الله تعالى والاتصال بهذا الملك الذي هو واسطة بين الله وبينه. يبقى عندنا موحي هو الله، واسطة هو الملك، الشخص وهو النبي الذي استعد لتلقي والاتصال بالملك، والله تعالى واجب الوجود وهو على كل شيء قدير، والملائكة أيضا ثبت بالأدلة النقلية والعقلية وجودهم. يبقى إذن الله تعالى واجب الوجود، والملائكة موجودون، والأشخاص الذين أعدهم الله وأهلهم للاتصال بالملائكة ولتلقي الوحي عنه أيضا هم موجودون، ولا يستبعد العقل أن يكون في البشر من سما بنفسه وسما بروحه، ومن ارتقى بروحه إلى أعلى الدرجات أهلته إلى الاتصال بالوحي. وهذه النبوة وهذا الاتصال وهذا التأهيل لا يكون كسبيا، يعني ليس من قبل الشخص، يستطيع مثلا شخص يقول أنا أريد أن أفعل كذا وكذا حتى أرتقي إلى درجة النبوة، أبدا، النبوة هبة من الله وليست مكتسبة. يبقى إذن هذه الأشياء الأركان التي يقوم عليها الوحي العقل لا يستبعدها، بل على العكس تماما، وجدنا في العلم الحديث ما يثبت هذا، ما يثبت إمكان وقوع الوحي واتصال الإنسان بعالم الروح، ترتقي روحه إلى شيء معين ويكون تحت تأثير هذا الوحي، أو يتلقى عن هذا الوحي، أو يتلقى عن الله سبحانه وتعالى. فمثلا العلماء يستدلون بعلم التنويم الصناعي أو التنويم المغناطيسي وعلى إمكان وقوع الوحي عقلا. فالعلم أثبت وجود قوة خفية وراء الإنسان، هذه القوة الخفية وراء الإنسان هي روحه، الروح لا ترى، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فالروح لا يعلم حقيقتها ولا يعلم كنهها إلا الله سبحانه وتعالى، لكنها موجودة، والروح قوة خفية، ويستطيع الإنسان ويستطيع شخص ما أن يتسلط على شخص ما اللي هو المنوم والمنوم. المنوم شخص المنوم يستطيع أن يتسلط على الشخص المنوم وأن يفعل المنوم كل ما يريده ويشاؤه المنوم منه، وهذا أمر واقع أثبتته التجربة. كذلك أيضا المخترعات الحديثة كالتلفزيون والتليفون والمحمول والمذياع وغير ذلك، كل هذه المخترعات الحديثة أثبتت أنه لا يستبعد أبدا أن يبلغ الشخص كلاما من جهة ومن مسافة بعيدة وطويلة. وإذا كان الإنسان الضعيف العاجز الفقير الذي لا يملك لنفسه حولا ولا قوة ولا طولا يستطيع بالفعل أن يخترع أمثال هذه المخترعات الحديثة، فالله سبحانه وتعالى الذي هو على كل شيء قدير هو سبحانه وتعالى أقدر على ذلك، وأقدر على أن يجعل أمرا معينا يصل إلى شخص معين ليبلغه إلى الناس. يبقى إذن هذه أدلة عقلية
على إمكان وجواز وقوع الوحي عقلا. الدليل النقلي آيات كثيرة في القرآن الكريم وأحاديث كثيرة أيضا جاءت في السنة النبوية المطهرة المشرفة المنورة، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: إنا أوحينا إليك، والخطاب لحبيبنا صلى الله عليه وسلم، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى غير ذلك من الآيات. أما من السنة فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان ما أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، وإنما كان ما أوتيته وحيا أوحاه الله إلي. إذن الوحي ثابت عقلا وثابت نقلا، والعقل لا يحيل وقوعه والنقل قد أثبت وقوعه. لكن بعض الناس يشككون في قضية الوحي وفي مسألة الوحي، ويريدون بعض الشبهات، وغرضهم من ذلك إنكار وقوع الوحي. وإذا أنكرنا وقوع الوحي أنكروا الرسالات السماوية، لكن غرضهم أن يشككوا في الوحي المحمدي فقط. وتشكيكهم في الوحي المحمدي بإنكار الوحي لا شك كما سنعلم أنه إنكار لجميع الشرائع السماوية والكتب السماوية والأنبياء الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الشبهات التي أثاروها حول الوحي المحمدي الشريف، قالوا إن القرآن الكريم ليس وحيا من عند الله تعالى، وإنما هو من كلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا القرآن وادعى أنه نبي من تلقاء نفسه. قد يكون مراده بذلك الشرف، قد يكون مراده بذلك الرفعة، إلى آخر ما قالوا، وكذبوا فيما قالوا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يستطيع أن يأتي بمثل هذا القرآن من تلقاء نفسه فلماذا نسبه إلى ربه؟ لا شك أن الشخص إذا جاء بشيء أعجب الناس جميعا وأعجب جميع من استمع إليه، فلماذا لم ينسب هذا الكلام لنفسه ويقول أنا الذي قلته، إذا كان يريد شرفا أو مجدا. بالعكس، نحن نرى بعض الناس يسرقون أعمال وجهود الآخرين وينسبونها لأنفسهم حتى يحصلوا بذلك على الشرف والمجد والمال أيضا، إلى غير ذلك. فلو كان القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم ويستطيع محمد صلى الله عليه وسلم أن يأتي بمثل هذا القرآن فلماذا نسبه إلى ربه سبحانه وتعالى؟ قد يقول قائل: نسبه إلى ربه لأنه يريد أن يكسب كلامه قداسة وعظمة، عندما يعرف الناس أن هذا الكلام إنما هو من الله، إنما هو من الله، فلا شك أنهم سيطيعونه. والواقع يكذب هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بوحيين، جاء بالقرآن وقال هذا كلام الله، وجاء بالسنة وقال السنة هذه وما احتوت عليه هذا من كلامي، ولم يفرق الناس في امتثال الأمر واجتناب النهي بين القرآن الذي قال النبي إنه من الله وبين السنة التي قال إنها من كلامه. محمد صلى الله عليه وسلم أمي، لا يستطيع أن يأتي بهذا القرآن الذي أعجز البلغاء والفصحاء من تلقاء نفسه. محمد صلى الله عليه وسلم لم يتعلم عند معلم، لم يذهب إلى معلم ليتعلم منه، إنما يعرفه الناس أنه أمي، لم يخرج من مكة إلا في بعض يعني الأوقات المحصورة في التاريخ والمعلومة لدى كثير من الناس. فمن أين
من أين أتى محمد صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن؟ حاله في نفسه لا يستطيع، طيب تلقاه من غيره؟ لا، الواقع والتاريخ أثبت أنه لم يتلقى شيئا من غيره، ولم يتأثر بالبيئة التي كذا، ولم يجلس إلى معلم. اللهم إلا إن كان المراد بهذا المعلم هو جبريل، وهذا هو المراد، يبقى لم يجلس إلى معلم من البشر، لا من قومه ولا من غيرهم، لا من أهل الكتاب ولا من غيرهم، وإنما تلقاه من جبريل عليه السلام. يبقى هذه الشبهة الأولى، قالوا القرآن من عند محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد سلكوا لتقرير هذه الشبهة في نفوس الناس حتى يثبتوها، سلكوا في تقرير هذه الشبهة وتأكيدها، قالوا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد خرج مع عمه أبي طالب في القوافل التجارية، خرج ليتاجر مع عمه في القوافل التي كانت ترسلها قريش إلى الشام وإلى اليمن، رحلة الشتاء والصيف. فقالوا لما خرج استفاد هذا القرآن واستفاد فكرة النبوة والاتصال بالله تعالى من الأعراب الذين كانوا في الطريق كديار ثمود ومدين وغيرهما. وقالوا لا، ده هو استمع في بعض الأسفار إلى بعض أهل الكتاب كبحيرة الراهب مثلا، وقال بعضهم لا، ده هو تلقى القرآن من ورقة ابن نوفل، أخذ القرآن من ورقة ابن نوفل وكان متنصرا ومن العرب وكان يقرأ في الكتب القديمة، وقال لا، هو تلقى من أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين كانوا يسكنون حول كانوا يسكنون في المكة وحول مكة إلى غير ذلك. هذه هي الشبهات التي قالوها، وهذه هي الزعوم التي زعموها حتى يثبتوا أن أو حتى ينكروا الوحي الشريف. ونستطيع الآن أن نرد على هذه الشبهات بسهولة ويسر. الشبهة الأولى، قالوا كان يخرج مع عمه أبي طالب في الأسفار وفي القوافل والتقى ببحيرة الراهب، التقى ببحيرة الراهب. نقول كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت؟ العلماء يقولون أو المؤرخون يقولون كان صلى الله عليه وسلم في عمر التاسعة، وبعضهم يقول لا، كان عمره 12 سنة. والواقع التاريخي، التاريخ والروايات التي جاءتنا وقالت لنا إن النبي صلى الله عليه وسلم التقى ببحيرة الراهب، قالت لنا إن بحيرة لم يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان صغيرا، وإنما رأى عليه بعض أمارات وعلامات الوحي فكلم عمه أبا طالب وأمره أن يرجع حتى لا يراه اليهود ويعلمون بشأنه وبحاله. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن عن طريق الأعراب، يعني الذين كانوا في الطريق في الأسفار التي ذهب إليها كديار ثمود ومدين وغيرهما. ونحن نقول النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الشام، وديار مدين وثمود وكذا أين هي من طريق الشام؟ يبقى إذن الروايات التاريخية ترد على هؤلاء. طيب، قالوا تلقى النبي الوحي، تلقى القرآن، تلقى فكرة النبوة، أخذها من ورقة ابن نوفل. فنحن نقول التاريخ أثبت لنا لقاء واحدا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ورقة ابن نوفل، وهذا اللقاء الذي تم بينهما ما زادت كتب التاريخ وما زادت الروايات على أنه كان في حضور أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها، زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها كانت قريبة لورقة.
وأخذته إليه وعرفته به، وقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه أول مرة في غار حراء عند نزول صدر سورة اقرأ، ورد عليه وأجابه ورقة بما هو معروف بأن يعني هو سيكون نبي وسيخرج من هذه الأرض وسيذهب إلى أرض أخرى إلى غير ذلك. وانتهى اللقاء، والروايات تثبت هذا اللقاء وبهذه الكلمات، ولم يلقه النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، بل بعض الروايات تقول ما لبث ورقة أن مات، يعني مات بعد هذا اللقاء ولم يلتقي به النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. ومن المعلوم أن القرآن نزل فيما يقرب من 23 سنة، فهل يمكن في حكم العقل أن يكون ورقة قد أوحى القرآن إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل القرآن في هذا اللقاء السريع وفي هذه المقابلة الخاطفة؟ هذا مستحيل في حكم العقل، إلا إذا كان صاحب هذه الشبهة يقول بأن ورقة بعد أن مات استمر في إيحاء القرآن إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق رسائل، وهذا لا يمكن أبدا في حكم العقل وقواعد المنطق. الشبهة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ القرآن من أهل الكتاب، أو من بعض العرب الأميين، وكلمة الأمية هنا صفة للعرب. طيب قومه أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، فهل يعقل أنه تعلم منهم؟ يعني هل يعقل أنه قد أخذ منهم وأنهم علموه هذا القرآن؟ يكفي صفة الأمية في أن ننكر وننفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ القرآن من قومه الأميين. قالوا لا، بل أخذه من بعض العرب الذين كانوا على دين اليهودية أو النصرانية، وتلقاه منهم كأمية ابن أبي الصلت، وله شعر معروف حتى قالوا إنه كاد أو إنه آمن بشعره لكن لم يؤمن بقلبه، أو قس ابن ساعدة الساعدي. حتى اللقاء الذي وردت به الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه وهو صغير يخطب في سوق عكاظ على جمل أورق، هذه الرواية ضعيفة، ضعفها المحدثون، بل قال ابن الجوزي رحمه الله هذه الرواية رواية موضوعة. فكيف نثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى من هؤلاء الوحي الشريف، ولم تثبت الروايات بأنه التقى بهم، أو حتى بعض الروايات التي ثبتت فإنما أبانت لنا أن لقاءه بهؤلاء كان لقاء سريعا وكانت مقابلات طفيفة وخاطفة، والقرآن ظل ينزل في مدة تزيد على 20 سنة. قال بعضهم بل تلقى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن من أهل الكتاب. وعندما نتأمل في آيات القرآن الكريم سنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تلا على أهل الكتاب، تلا عليهم القرآن الكريم، وتلا عليهم آيات تنعى عليهم وتصحح لهم بعض المعتقدات، ويعني تصوب لهم بعض الأفعال الخاطئة، وتنعى عليهم أنهم بدلوا وغيروا إلى آخر ذلك. فكيف يصحح التلميذ لأستاذه؟ هذا مستبعد في حكم العقل. ولما زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن من غلام رومي نصراني
كذبهم الله تعالى ورد عليهم بقوله: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يعني الله تعالى يقول هذا غلام رومي يتكلم بلغة غير اللغة العربية، فكيف بهذا الرجل الذي يتكلم بلغة عجمية يوحي للنبي ويعلم النبي القرآن الكريم باللغة العربية؟ كل هذا والقرآن يسلك مع هؤلاء مسلك العقل في رد كل هذه الشبهات. قالوا إن النبي قد أخذ القرآن متأثرا بقريش، وقريش تأثرت ب يعني ثقافات البلاد التي كانوا يذهبون إليها في رحلتي الشتاء والصيف، والتاريخ أيضا يثبت أن قريش وأن عقيدتهم لم تتأثر بهذه الأسفار وتلك القوافل التي كانوا يذهبون إليها. قالوا من ضمن الشبهات حول الوحي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذه الفكرة أنه نبي من عند الله واتصل بالسماء عن طريق أن النبي كان يجلس في غار حراء ويتعبد فيه فترة طويلة ويتأمل في الكون، فجاء في خاطره أنه النبي المرسل في آخر الزمان أو أنه تمنى ذلك. والرد على ذلك سهل ميسور، فالنبوة ليست بالتمني والنبوة ليست مكتسبة، يعني يفعل الإنسان بعض الأفعال حتى يكون نبيا، وإنما هي هبة من الله سبحانه وتعالى. الله يصطفي من رسله من يشاء، الله يختار من الناس رسلا ويصطفي هؤلاء الرسل من الناس ومن الملائكة أيضا. إذن كل هذه الشبهات التي أوردوها حول أن يكون النبي قد اتصل بالوحي الشريف وتلقى القرآن عنه، كل هذه الشبهات إنما هي دعاوى باطلة ومقدمات فاسدة لا يصدقها العقل ولا يسلم بها المنطق السليم، كما أنها أوهى من بيت العنكبوت. أيضا قالوا من ضمن الشبهات أن فكرة الوحي المحمدي هي تشبه موقف أو تشبه حادثة وقعت لجان داراك، وهذه امرأة فرنسية، فتاة فرنسية زعمت أنها مرسلة من عند الله لإنقاذ وطنها. جان داراك رأت قومها ورأت يعني وطنها في فساد وانحراف واضطهاد واضطراب، فزعمت أنها مرسلة من عند الله ولتنقذ هذا الوطن ولتدل قومها على الطريق الصحيح المستقيم. ويشبهون قصة هذه المرأة الفرنسية بقصة الوحي المحمدي، والرد أيضا على ذلك سهل ميسور، فنقول النبوة دعوة لا تصدق إلا إذا أتى صاحبها بدليل، وهذا الدليل لابد أن يكون معجزة، يعني يكون أمر خارق لعادة البشر، يكون أمرا خارقا لعادة البشر. إذن دعوى النبوة لا تصدق إلا بدليل وهو المعجزة، بدليل وهو المعجزة. فهل أتت هذه المرأة بمعجزة تدل على نبوتها؟ كلا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى بالدليل على أنه نبي ومرسل من عند الله، و ليس دليلا واحدا وإنما أتى بأدلة كثيرة، معجزات معنوية ومعجزات حسية، وعلى رأس هذه المعجزات وفي مقدمتها القرآن الكريم. وكثيرا من الناس نراهم في العصور التي نعيشها يدعون، مثلا يدعي بعضهم أنه المهدي المنتظر، أو يدعي بعضهم أنه يعني المخلص الذي جاء ليخلص الناس مما
هم فيه، وكل هذه دعاوى باطلة وأكاذيب وأراجيف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه مردا جميلا. من بين الشبهات المثارة حول الوحي المحمدي، قالوا إن الحالة التي كانت تلاحق النبي أو تلازمه عند نزول الوحي عليه، هذه حالة تسمى حالة صرع، يعني يشبهون هذه الحالة، حالة الوحي، ملابسات الوحي، بأنها كمرض الصرع. ونستطيع أن نرد على ذلك بأن نقول إن مرض الصرع يصاب صاحبه بآلام في كافة أعضاء جسمه، فإذا ما انتهت نوبة الصرع عنده يشعر بالخجل ويشعر بالأسف ويشعر بالحزن، ويتمنى أنها لا تعود إليه أبدا، بل بعضهم ينتحر حتى يتخلص من هذه الحالة. على العكس تماما، النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما ينقطع الوحي عنه كان في حالة حزن شديد، ويتمنى لقاء الوحي ويتمنى لقاء جبريل عليه السلام. أيضا من الردود على قضية الصرع وتشبيه الوحي المحمدي بها، نقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يأتيه الوحي على هذه الحال التي قالوا عنها، وإنما كان الوحي يأتيه صلى الله عليه وسلم في حالة طبيعية، كان يأتيه في حالته الطبيعية، فلا قلق ولا اضطراب ولا ارتياب ولا يحدث له كما يحدث للمصروع، يشعر بالآلام إلى غير ذلك. أيضا من الردود أن المصروع المريض بالصرع يتعطل عقله ويتعطل تفكيره تعطلا تاما، ويهزي بكلمات وبجمل وعبارات لا يدري ما يقول. على العكس تماما، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عندما ينفصم عنه الوحي مباشرة يتلو على مسامع أصحابه آيات بينات وقرآن مجيد، يتلو عليهم آيات بينات وقرآنا مجيدا، تعجز البشرية إنسها وجنها على أن يأتوا بمثله. ثبت أن نوبات الصرع تنتج عن تغيرات عضوية في مخ هذا المريض، وهذا ما لم يحدث أبدا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو منزه عن ذلك صلوات ربي وتسليماته عليه. أخيرا، في الردود على شبهات الوحي، أننا نقول من أنكر الوحي المحمدي فإنما ينكر الوحي إلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم. والله تعالى يقول: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. فأنبياء الله تعالى جاءهم تبليغ الدعوة الله تعالى إلى الناس عن طريق الوحي الشريف. وبذلك نكون قد انتهينا من هذا الموضوع المهم من موضوعات علوم القرآن، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.